فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ما تواضع أحد لله، لا تتواضع للناس ليمدحوك، إنما تواضع لله وابتغاء ما عنده إلا رفعه الله، أن يرفعه الله في الدنيا عند الناس ويعلي مكانه ويثبت له في قلوبهم منزله ويكتب له الرفعة في الآخرة بتواضعه في الدنيا، كما أن من تكبر في الدنيا حقر في الآخرة.